أهلا بحضراتكم من راديو وإذاعة الجريء، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الرياضة لها تأثير على حتى تغيير التاريخ. يعني إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن تدخل السياسة في بعض الأحيان بيكون خطأ، وطالبنا إن أي شخص بيدخل السياسة في الرياضة لابد من التصدي له، لأن ده ممكن يسبب كارثة. النهاردة هنكلمكم عن موضوع تاني فعلا بيثبت إن الرياضة دي شيء كبير أوي، وهي إن الرياضة ممكن تغير مسار التاريخ، يعني تعمل تغيير في مسار التاريخ، يعني ممكن تشيل إمبراطوريات، ممكن تصلح علاقات دولية. يعني الرياضة يعني في بعض الأحيان فعلا بتغير مسار التاريخ. فأنا هتكلم على موضوع حدث تاريخ قديم بثورة اسمها ثورة نايتا. أنا هخلي الخبر ده للآخر، وعايزكم لو حد يعرف الثورة دي قامت إمتى وبسبب إيه يقول لي، لغاية لما هقولها في آخر الحلقة. الثورة دي يعني بالإنجليزي NIKA نايتا. اللي يعرف يقول الثورة دي قامت إمتى وبسبب إيه ونتائجها إيه ياخد 10 دولار، يعني 10 يورو. وأنا معاكم لغاية آخر الحلقة إن شاء الله. هنبدأ دي، هنخليها للآخر زي ما قلنا. هنبدأ بيقول لك إن الدبلوماسية ممكن يغيرها الرياضة. يعني بيقول لك مثلا تسببت الحرب الباردة في انقسام العالم طبعا لقسمين زي ما احنا كنا عارفين، فقامت طبعا الدول الشيوعيه ببناء جدار امام دخول جميع الاجانب الى بلادهم. لكن اللي اخترق الجدار ده لاول مره مباراه في كره التنس الطاوله، تنس الطاوله اللي كان بينافس فيها فريق الولايات المتحده الامريكيه في اولمبياد اليابان عام 1971، تلقوا هم دعوة من الصين، ودي تكون عشان تكون أول دعوة لمواطنين أمريكيين إلى الصين. هنا بقى ما فوتهاش الرئيس الأمريكي نيكسون، وبعت وزير خارجيته كيسنجر لبدء علاقات دبلوماسية مع الصين. شفتوا مباراة كرة تنس طاولة رجعت علاقات أمريكا في عهد نيكسون، وأرسل وزير خارجيته كيسنجر للصين وعادت العلاقات بين أمريكا والصين. كمان في مباراة في سنة 1520 سموها مباراة مصارعة بين مملكتين. في عام 1520 زي ما قلنا نظم لقاء للوصول إلى اتفاق سلام، وجمع اللقاء يعني كان فيه عايزين يعملوا لقاء سلام يعني، فجمع اللقاء ده بين هنري الثامن ملك انجلترا وفرانسيس الاول ملك فرنسا. يعني كانوا عايزين يعملوا معاهده سلام بين الدولتين. استمر اللقاء طبعا مصارعه بين الملكين، تحدى فيه الملك فرانسيس الملك هنري في مباراه مصارعه. طبعا لسوء الحظ طبعا الملك فرانسيس وقع يعني اتكعبل يعني كده، فراح طايح بالملك هنري وقع على الارض ويفوز هو بالمباراه. واعتبر الملك هنري هذا كاهانه له وللمملكه، وده ادى للاسف لفشل اللقاء ولم يتم امضاء اتفاقيه السلام بين المملكتين. يعني هو المباراه معموله عشان يتم السلام بينهم بين المملكتين، الخطأ اللي حصل واتكعب الملك فرانسيس فوقع هنري على الارض، الثاني اعتبرها اهانه له وفشلت اتفاقيه السلام. شفت الرياضه بتغير التاريخ ازاي؟ كمان كان حصل مباراة كرة قدم بين أرمينيا وتركيا، وإحنا عارفين القضايا الحساسة بين
أرمينيا وتركيا، وده كان بسبب التهم اللي بتوجهها أرمينيا لتركيا في جريمة إبادة جماعية أثناء الحرب العالمية الأولى، أودت بحياة 1.5 مليون مواطن أرمني. في التصفيات بقى المؤدية لكأس العالم 2010، يجي الحظ بقى إن تطلع القرعة، إن توقع القرعة أرمينيا مع تركيا. طبعا كان المتوقع أن تتسبب المباراة دي في مشكلة كبيرة، لكن الرئيس الأرمني دعا الرئيس التركي لحضور المباراة وقعدوا جنب بعض عشان تكون المباراة دي هي بداية لرجوع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تغيير في التاريخ بسبب كرة القدم. أيضا في مباراة سموها مباراة الهدنة. لما بدأت الحرب وقبل أن تنتهي بحلول أعياد رأس السنة، لكن الحرب بدأت وامتدت 4 سنوات تقريبا، فكانت 4 سنوات صعبة جدا، فقد فيها الملايين حياتهم. لكن بحلول رأس السنة الميلادية 1914، سمع بعض الجنود احتفالات أعياد الميلاد من الطرف الثاني، والأصوات عليت بقى بهدنة، طلبوا بهدنة بين الجانبين، إن يحصل هدنة في يوم عيد الميلاد، يعني قالوا على الأقل يعني يحصل هدنة النهاردة يعني. والتقى الأعداء طبعا وتبادلوا الهدايا، وعملوا مباراة في كرة القدم اشتهرت بعد ذلك. ويظل السؤال بقى اللي بيحير نفسه طبعا، بيحير الناس كتير، يعني ازاي الطرفين وهم في حرب عالمية ازاي وثقوا في بعض، وازاي قعدوا مع بعض وعملوا هدنة بعد الحرب الشرسة دي، وازاي قدروا ان هو يثق كل طرف في الثاني وقدروا يقعدوا مع بعض، وده كان بسبب مباراة كرة القدم. انتوا عارفين حضراتكم ان ركوب الخيل الحصينة ده رياضة الملوك طبعا، يعني معروفة كده اسمها رياضة الملوك. فطبعا لغاية دلوقتي حتى ركوب الحصينة ده رياضة الأكثر انتشارا بين الملوك. لكن من الغريب بقى ان بيفقد احدهم، يعني هنقول لكم هنا ان بسبب رياضة الملوك دي في ملوك فقدوا حياتهم بسببها. يعني مثلا اغلبهم مات على بسبب الحصان، يعني مثلا الملك ويليام الثالث ملك انجلترا مات بعد ان سقط من على حصان واتكسرت عظمة الترقوة، وقاد الملك الكسندر الثالث ملك اسكتلندا حصانه برضه وقع من على حافة جبل بالليل ومات على الشاطئ. وفي عام 1913 قتل حصان الملك الناشطة الحقوقية إيميلي ديفيدسون، وآخرون فقدوا حياتهم أيضا زي الأمير ألفونسو من البرتغال، وفريدريك أغسطس الثاني من ساكسونيا، ودوغ جيبري من بريتاني، وإيزابيلا من أراغون، وليوبولد الخامس من النمسا، ولويس الرابع من فرنسا، وويليام الفاتح. يعني رغم ان هي رياضة الملوك، عندما في ملوك تسببت الرياضة دي في مقتلهم. ايضا في محاولة حصلت من الملك هنري الثاني، على الرغم طبعا من نصائح الناس كلها انه يتوقف عن المحاولة، يعني وهي كانت عبارة عن مباراة بين فارسين متسلحين بالرماح، ودي طبعا بتكون رماح يعني مش خشب ولا بتاع، حقيقيه يعني ممكن تصيب يعني. في طبعا ده كان عايز يعمل مسابقه، وغايه المباراه ان هم يقلدوا قتال الفرسان المدرعين. المحاوله دي اصيب فيها الملك هنري الثاني ملك فرنسا في وجهه، لان في شازيه دخلت من الرمح في العين والمخ. الملك قدر يتكلم بعديها ونقلوا له الغرفة، والأطباء عملوا محاولات وقدروا إن هم يخرجوا الشازية دي من راسه ومن رقبته. والأطباء طبعا وقتها أعربوا عن أملهم
فإن الأمل أملهم الوحيد إن يكون الخسارة هو إنه يفقد عينه بس يعني. لكن على الرغم طبعا من أنهم بذلوا مجهود كبير، ولكن توفي الملك بعد 19 يوم من المحاولة. دي برضو بتبين الرياضة. ملك هنري حب يعمل رياضة يقلد الفرسان، راح فيها. طبعا كمان في الألعاب الأولمبية الحديثة. أنتوا فاكرين بدأت الألعاب الأولمبية، وبالذات في الألعاب الأولمبية بتاعت أولمبياد 1936 اللي اتعملت في ألمانيا، وكان النازيين طبعا أيام هتلر، فكان النازيين استخدموا الألعاب الأولمبية عشان يعرضوا بقى تفوقهم، وكان حتى سموها تفوق العرق الألماني. يعني كانت هي الألعاب الأولمبية دي معمولة عشان يثبتوا إن العرق الألماني هو المتفوق على العالم وهو الأفضل في العالم. ولكن في الألعاب الأولمبية دي نفسها، العداء الأمريكي الأسمر اللي من أصول أفريقية جيسي أوينز ده فاز بأربع ميداليات ذهبية، ليضرب بعرض الحائط طبعا الأفكار العنصرية النازية في الصميم، ويثبت طبعا أنها ليست سوى اختراع فقط لإرضاء غرورهم ليس أكثر. يعني هم استضافوا الألعاب الأولمبية سنة 36 عشان يثبتوا إن العرق الألماني هو الأفضل، جالهم لاعب من أمريكي من أصل أفريقي فاز بالأربع ميداليات وأثبت إن نظريتهم خطأ، تغيير في مسار التاريخ. الأمير فريدريك وكرة الكريكت القاتلة بيسموها كده ليه؟ لأن الأمير فريدريك الابن البكري للملك جورج الثاني ملك إنجلترا خبطت كرة الكريكت في صدره فأصيب، وهو كان الوريث الوحيد للعرش، فحصل انفجار بجدار الرئة، وبعدها توفي في عام 1751 ليغير التاريخ ويصبح الوريث الشرعي لإنجلترا الأمير فريدريك في رحمة الله، ولا ينصب ملكا لإنجلترا. هنا خلصت أخبارنا وخلص حلقتنا، ولكن ما نسيتش أنا الجزء الأول والسؤال: ماذا تعرفون عن ثورة نايتا؟ حد منكم عرف وكتب الثورة دي حصلت إمتى وفين ونتائجها إيه؟ أعتقد صعبة شوية. أنا هقول لكم دلوقتي الثورة دي حصلت إمتى وإزاي وأسباب. زي ما أنتم عارفين حضراتكم، كانت أشهر الرياضات اللي موجودة أيام الإمبراطورية الرومانية القديمة هي سباق العربيات اللي بجرار الحصنة، اللي كان طبعا هي في حلقة سباق بتبقى والجمهور موجود، ويجروا بالحصنة العربيات المخصوصة الروماني اللي بيجروها حصان أو حصانين، وكانت دي أشهر رياضة موجودة في الوقت ده. وكان طبعا في أكتر من فريق، وكان كل فريق بيختار لنفسه لون، وكان الألوان هي الأحمر والأبيض والأخضر والأزرق. أما في الوقت اللي انتقلت فيه عاصمة الإمبراطورية الرومانية للقسطنطينية، أصبح هناك فريقين فقط، هما الأخضر والأزرق، ومع وجود طبعا هما الخيارين دول بس، فأصبح الناس جمهورين، جمهور بيشجع الأخضر وجمهور بيشجع الأزرق، وطبعا كان بيشجعه بشراسة يعني. وكان هو ده اللونين الموجودين. في عام بقى 501 ميلادي حصل شغب، واعتدى مشجعي الفريق الأخضر على مشجعي الفريق الأزرق، وراح ضحايا هذا الشغب حوالي 3000 شخص. في عام 532 ميلادي انفجرت بقى الأحداث وأدت بدورها لثورة على الإمبراطور مين؟ جستنيان. في الوقت ده دممت الثورة اللي هي سموها ثورة نايتا أو الانتصار الترجمة بتاعتها على الإمبراطور جستنيان،
اتحد بقى الأخضر مع الأزرق، اتحد الجمهورين وشنوا غضبهم وعملوا الثورة إياها دي، ثورة نايكا، واتحرقت العاصمة ونصب إمبراطورا جديدا بدل جوستنيان. وما انتهتش أعمال العنف بقى بالثورة بس، يعني بيسموه إيه، العنف ده ما انتهاش بقيام الثورة، ولكن اضطرت القوات تحاصر القوات ساحة السباق ده، وقتلوا كل اللي بداخلها تقريبا، وتقريبا قتل في الثورة دي 30,000 شخص، وهي كانت في الوقت ده بتعد نسبة تصل إلى شخص من كل 10 أشخاص، يعني كان نسبة عالية جدا حصلت، وهي دي ثورة نايكا، أسبابها ونتائجها. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، وإن شاء الله تنال إذاعة راديو الجليل استحسان حضراتكم. وزي ما قلت لحضراتكم، إحنا هدفنا في مؤسسة الجليل، سواء راديو الجليل أو تلفزيون الجليل أو أي قناة من قنوات الجليل، هو إشباع رغباتكم في المعرفة والعلم والثقافة، لأننا نناشد ونتحاور مع أكثر ناس ثقافة في جمهور الزمالك وجمهور الرياضة عامة، لأن يشرفنا أي شخص بيشجع أي نادي في قناتكم الحبيبة، سواء راديو تلفزيون الجليل أو إذاعة الجليل التي بدأت بثها منذ يوم تقريبا، وإن شاء الله تستمر معكم وتقدم لكم كل ما يرضي طموحات حضراتكم. أشكركم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والتاريخ، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.